هروح ل البنك المركزي المصري قرر يصدر قواعد تراخيص للبنوك الرقميه. يعني هو احنا مش عندنا بنوك؟ هي البنوك دي مش رقميه؟ مش عملوا فيها شمول مالي؟ يعني ايه بنوك رقميه؟ تعال نروح لدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه. دكتور عبد المنعم مساء الفل. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني ايه البنوك الرقميه؟ طيب البنوك الرقميه هي بنوك بتقدم خدمات مصرفيه من خلال قنوات او منصات رقميه. لكن مش هتبقوا موجودين في الشارع وندخل ليه او كده؟ لا، دي حاجتين. احنا ممكن زي ما حضرتك تفضلت يبقى بنك مكان كده فاضي، اخش الاقي اجهزه كمبيوتر اتعامل معاها بدون وجود اشخاص، او ابلكيشن موجود على التليفون المحمول بقدر اتعامل معاه وسواء بكافه الخدمات البنكيه المعتاده، ان انا افتح حساب بنكي، ان انا اعمل عمليه تحويل، ان انا اسدد اي مستحقات او فواتير، ان انا اعمل احصل على تمويل، يعني ودي الاضافه ان انا ممكن اتحصل على تمويل سواء كنت شركه صغيره او متوسطه او حتى شركه كبرى، لكن طبعا هناك مجموعه من الضوابط المحدده هنتكلم عنها، لكن هو هيقدم كافه الخدمات المصرفيه المعتاده زيه زي اي بنك متواجد فيه موظفين وفي ناس وفي فرع. طب ما بعض البنوك الحاليه عامله بنوك كده زي كده فروع ليها بهذا الشكل. تمام، بس لا، هي الفكره الجديده انه هيبقى زي ابلكيشن على الموبايل. هيبقى فكره ان انا البنك اصبح معايا، بنكي فلوسي بقت فيه. يعني طب ما ده حاصل دلوقتي في بعض البنوك، تربط شهادات وتحول بين حساباتك. بالظبط بالظبط، هو بقى هيتم التوسع فيها ان انا هقدر اقدم كافه الخدمات المصرفيه، ان انا هو البنك بتاعي هو ده، ما عنديش بقى بنك ان انا اروح لفرع مدينه نصر او فرع مصر الجديد، لا، انا البنك بتاعي بتعامل معاه من خلال المنصه الرقميه او من خلال الابلكيشن الموجود على النت، واقدر اتعامل معاه بكافه الخدمات المصرفيه، اقدر اعمل خطاب ضمان، اعمل تحويل، اتحصل على تمويل وقرض. طيب دكتور عبد المنعم، البنوك الرقميه دي اللي البنك المركزي يمنحها تراخيص، دي بنوك قائمه مثلا زي الاهلي ومصر والقاهره، ولا دي بنوك جديده افراد هيأسسوها؟ لا، اولا الشرط الاساسي انه أو لا طبعا هو في الوضع حاليا لازم تكون بنوك قائمه وتفتح لها فروع موجوده عن طريق شبكه الانترنت، يعني عن طريق المنصات، لكن لازم تكون بنوك قائمه او على الاقل بيساهم في راس المال الخاص بها بنك او بيقدم خدمات مصرفيه متكامله لا يقل مساهمته عن 30% ده احد الشروط. وراس المال عشان افتح هذه المنصه او هذا الفرع اللي هو رقمي لازم يكون راس المال عندي ما يقلش عن 2 مليار جنيه مدفوعين، ده في حاله ان انا همارس كافه الاعمال البنكيه باستثناء فقط تمويل الشركات الكبرى. طب لو في بنك عايز يمول حتى الشركات الكبرى عن طريق الفروع الرقميه دي يبقى راس المال ما يقلش عن 4 مليار جنيه. بس انا هنا ليا ملحوظه. نعم. احنا ليه ناخد راس المال مع هذه البنوك بالجنيه المصري؟ ما ناخده بالعمله الاجنبيه. منها اعمل دعم للاحتياطي، منها يكون خاصه ان البنوك في مصر عندي اغلبها او الاغلبيه الخاصه بها هي بنوك اجنبيه وليست مصريه. نعم. تمام؟ فدي نقطه. النقطه الثانيه من احد الاشتراطات ودي مهمه جدا، انه لازم كل بنك هينوي او ينتوي انه يفتح فرع لهذه المعاملات الرقميه ان بيقدم دراسه جدوى مفصله بتتضمن كافه الشرائح اللي هيستهدفها، المنتجات اللي مخطط له، وخطط واستراتيجيه الامن السيبراني، لانه طبعا بيبقى في تخوف. دعني اشكرك دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه لهذه الايضاحات.